الحمد لله رب العالمين. كانت هذه هي الكلمة الأولى، والكلمة الثانية هي عن أيضا عن الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. Chapter 3 verse 111 as Amisa mentioned earlier. هذه هي سورة آل عمران الآية 111. والآية هو يقرأ ترجمة الآية باللغة الإنجليزية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. و وهذه طبعا يقول أن في بداية الإسلام كان هناك بعض الصحابة، من الصحابة الثلاثة، وحضرت أكرمة كان يبحث عن بعض الماء وقرر أن يعطيه، و كان حضرة سهيل أيضا في نفس الحالة. حضرة أكرمة رفض أن يشرب ذلك الماء وطلب من الصحابي أن يقدم ذلك لحضرة سهيل أن يضحى بهذه القطرات. ثم الصحابي الكريم وحضرة حارث أيضا سمع منه نداء الضعف، فحضرة سهيل أيضا رفض أن يشرب الماء وطلب من الصحابي أن ينتقل لحضرة حارث. ولما وصل لحظة حارث قد لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم رجع إلى حظة سهيل ليعطيه بعض القطرات، وحظة سهيل أيضا استشهد، ورجع إلى حظة أكرمة ليعطيه وهو الآخر قد توفي. الصحابة الثلاثة قد قضحوا بحياتهم يضحون كل واحد منهم لينقذ الآخر. من هؤلاء؟ دعونا نرى من أين أتوا. مثل ما ذكرنا آنفا، المجتمع الذي ينتمون إليهم كان مجتمع بربري وحشي بالأحرى، مجتمع جاهلي. هؤلاء الناس في الجزيرة العربية لم يكونوا يبالون بالفقراء، بالمحتاجين، باليتامى. كانوا يقتلون أي شيء يأتي أمامهم، رجل، امرأة، عجوز، حيوان، إنسان، لا يرحمون شيء. ولكن هنالك شيء تغير فيهم. هذا ما حدث فيهم لما بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحضر معه كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. علم الإنسانية العلاقة بالله سبحانه وتعالى والعلاقة بالإنسان، حقوق الله وحقوق العباد. ففي القرآن الكريم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يبني مجتمعا فيه الحب الكامل للإنسان وللإنسانية. سأقرأ على ما سمعكم سورة واحدة من القرآن الكريم توضح هذا الموضوع. أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيء، وترحموا، تظهروا الرحمة على اليتامى. ليس معي المرجع الكامل كي أقرأه على النص باللغة العربية، ولكن تحدث هذه الآية عن حقوق الإنسان من يتامى ومساكين ومحرومين. وبعد أن ذكرت لها عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك، الله سبحانه وتعالى وضح علاقة الإنسان بالإنسان النسيل. كما نعرف القرآن الكريم فيه آيات مختلفة تحدث على الزكاة والتضحيات المالية لأولئك المحتاجين، وبعض الآيات القرآن الكريم تخبرنا يجب أن الله يأمر بالعدل.
بالعدل والإحسان. يجب أن تحسنوا وإيتاء ذي القربى، ويجب أن تعاملهم وكأنهم أقارب. ولا يقول المسلمين فقط، ولكن لكل الإنسانية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن خدمة الإنسانية تقربنا من الله سبحانه وتعالى. أنا سأقرأ عليكم أحاديث القدسي. الله سبحانه وتعالى سيسأل ابن آدم في يوم القيامة: أنا كنت مريضا ولم تأتي لزيارتي. فيسأله ابن آدم: كيف يمكن لي أن لا أزورك؟ أنت رب السماوات والأرض. ثم الله سبحانه وتعالى يقول: ألا لم كنت أعرف أن أحد عبادي كان مريضا ولم تزره؟ إذا زرته فتجدني قريب منه. أو يا ابن آدم، أنا مرة كنت أطلب الأكل منك ولم تعطيني. يا إلهي، قال ابن آدم، كيف أنا أعطيك الأكل وأنت إله رب السماوات والأرض؟ فيقول: أحد عبادي كان جائعا ولم تعطيه الأكل، إذا ذهبت لأعطيه الأكل كنت ستجدني بجانبه. أنا كنت عطشانا ولم تعطيني قطعة ماء، كيف أعطيك ذلك وأنت رب السماوات والأرض؟ والله سبحانه وتعالى يقول أن أحد عبادي كان عطشان ولم تعطيه الماء، وإذا أتيت ستجدني قريبا منه. بعبارة أخرى، أن هنالك حقوق الله وحقوق العباد بدأت تأتي في صورة منسجمة، صورة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم منشن عفوا بين الحب الحقيقي للإنسانية، وذلك قبل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومثل ما ذكر الأخ الكريم في خطابه، العلاقة مع الإنسان بصفة عامة، حتى لو كان هنالك عداوة بينهم، انظروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الدم يسيل منه في الطائف بعد أن رموا عليه الحجارة، ومع ذلك لم يأخذ بثأره. وانظر لما دخل مكة منتصرا فقال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقات. وهو يلطف أنفاسه الأخيرة بالرفيق الأعلى، قد أنذرهم أنهم يعطوا حق النساء والعبيد. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع مجتمعا يعطي حق كل شخص، والمسلمون أيضا أخذوا هذا بكل جدية، وفعلا أسسوا مجتمعا فيه حقوق كل الناس. هنالك في الأطفال، المحتاجين، اليتامى، النساء، العبيد، الخدم، كل الذي يحتاج إلى خدمة إنسانية، حتى مساعدة المساجين. كل هذه الأمور كانت موجودة حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الراشدون هم واصلوا على نفس المنهاج لحب الإنسانية. أنا أعطيكم مثال واحد لحضرة عمر رضي الله عنه. كان يتفقد الشوارع في الليل متنكرا كي لا يتعرف عليه أنه هو الخليفة. وفي يوم من الأيام وجد خيمة ولم يتعرف على ذلك الشخص الذي فيه، فقال له: أنا أتيت من بعيد، وأتيت لمقابلة أمير المؤمنين لأني بحاجة المساعدة. فحضر أمير المؤمنين قد سمع نداءه من الخيمة وقال له: أن زوجتي ستضع حملها. وحضرت عمر ذهب إلى بيته وسأل من زوجته أن تأتي معه، فأخذ زوجة حضرت عمر دخلت وساعدت المرأة. حضرت عمر كان يطبخ لهم الأكل، حضر لهم الأكل، وهكذا وضعت المرأة حملها. وحضرت أمير المؤمنين هو الذي أعطاه الخبر بولادة مولود. وهكذا الخليفة قدم له وعانقه وقال له وطلب منه أن يأتيه إلى بيته لأخذ المساعدة. انظروا كيف أنهم ساعدوا الناس، أعطوهم الأكل والمال، نظام الزكاة في بيت المال، كل ذلك الميزانيات. نرى أن المسلمين كانوا هم القادة في كل جوانب الحياة، في المجال الصحي، التعليمي، الثقافة، في الفن، جميع المجالات المسلمون تقدموا فيها. أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم لقب كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهكذا الله سبحانه وتعالى وضع هذا التاج العظيم على رؤوس المسلمين. وأين ذهبوا؟ حتى الأعداء قد قبلوا أنهم فعلا اعترف المسلمون هم خدام العالم. أنا أريد أن نسأل سؤال هنا: لماذا
لماذا هاتين الواقعتين هنالك علاقة؟ لماذا خير أمة يعني قرنت بأخرجت للناس؟ إذن أين الحكمة هنا؟ لنفهم هذا نرجع للوراء في التاريخ. في معركة الخيبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكان على أبواب خيبر، وكان هنالك صراع من الخارج إلى الداخل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا سأعطي السيف للشخص ليكون المنتصر. فأخذ حضرة علي رضي الله عنه هذا السيف، فسأله ماذا أقول لهم يا رسول الله؟ قال لها قل أعطيهم رسالة الإسلام وقل لهم أن هذا هو الطريق السويم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا أنك تهدي راجل واحد، إذا هديت راجل واحد للطريق المستقيم أكثر من 100 ناقة، وذلك كان مبلغ كبير جدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا محوت عذاب الآخرة من شخص واحد فقد هذا فعلا أمر عظيم جدا، إذا أعطيت الأكل لهذا فعلا أمر عظيم جدا، ولكن لإنقاذ تلك الروح هذا أمر لا مثيل له. أيها الإخوة والنسوة الحالة المسلمون اليوم نسوا هذه الرسالة التي أعطت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعوض أنهم يساعدون الآخرين أصبحوا يهاجمون الناس، وأصبح فيهم طابع العنف والإرهاب، وانتهى مدحهم. هم الآن ليسوا قادة لأي شيء ولا في أي مجال، لا علوم ولا أي شيء. والله سبحانه وتعالى لم ينسى المسلمين، ولم ينسى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا وطلع الفجر لما تنزل نزلت تلك الملائكة وبعث حضرت مرزا غلام أحمد عليه السلام، قدم الصورة صحيحة للإسلام مرة أخرى لنا، وأعطانا تعليم حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق المتبع حقوق الناس. سأقرأ على ما سمعكم، وربما قد قرأتم الترجمة هنا ما قاله المسيح موعود عليه السلام، حتى يقول بعض الكلمات بالعبارات باللغة الأردية وسأترجمها لكم ريثما ينتهي. أنا أعلن لكل المسلمين المسيحيين الهندوس والآريا سماج أنني ليس لي أعداء في هذا العالم، أنا أحب الإنسانية بالحب الأم لأبنائها وحتى أكثر من ذلك بكثير. وقال أيضا أن المهمة الثانية لما الشخص يضحي بحياته لله سبحانه وتعالى تلك الحياة يجب أن تضحى بخدمة الإنسانية والتعاطف معهم، يجب على الإنسان أن يتحمل الألم لكي يعطيهم تلك الراحة، يجب أن نتألم لنعطيهم تلك الراحة، ويجب أن نحزن لكي نعطيهم الفرحة. وفي موضع آخر قال أن حالتي حتى لما أكون في الصلاة وكن الله سبحانه وتعالى وأسمع الشخص يتألم أنا سأنهي تلك صلاتك وأذهب لأساعد ذلك الشخص. لا يعني هذا أنه لا يحب صلاته، ولكن يعطينا هذه الرسالة أن يجب أن نعطي الأولوية القصوى للمحتاجين. نظام الوصية قد أعطانا هذه الفكرة. حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال أن هؤلاء هذا ما أتيناه في نظام الوصية، هذا لمساعدة اليتامى، وهؤلاء هم المحتاجين وليس لهم الوسائل التامة للمحافظة على حياتهم. وأيضا علمنا في كتاباته الأخرى أن نعامل الآخرين وكأنهم أقارب، وكما تغذي الأم ابنها. حضرة الخليفة الخامس مؤخرا ألقى كلمة في قدوة الجمعة في ألمانيا، وأنا سأقرأ البعض منها. يقول التقوى لا تصل إلى التقوى فقط عن طريق العبادة وبخدمة الجماعة وباتباع المسيح الموعود. الخلافة تتمكن وتكتمل لما تعطي حقوق الوالدين، الزوجة، الزوج، الأبناء، الأصدقاء والأقارب، لما تعطي حقوق أعضاء أفراد الجماعة، وفي الواقع لما تعطي حقوق الأعداء، حتى حقوق الأعداء. وهذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أنه تحت القيادة الحكيمة
الجماعة الإسلامية الأحمدية قد قدمت نفس الصورة التي كانت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص حب الإنسانية وخدمة الإنسانية أيضا. وكما ذكرت آنفا مثلما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الخدمة الصحيحة للإنسانية هو أن نهديها للطريق السويم، وهذا ما فعلته الجماعة الإسلامية الأحمدية بإرسال الدعاة لجميع أنحاء العالم. والدعاة قد ضحوا بكل غال ونفيس، انظروا ماذا فعلوا في تلك الدول البعيدة القاسية والدانية، تركوا أبنائهم وزوجاتهم كي يأخذوا دعوة الإسلام، وهنالك من ترك أطفاله ولم يتعرف عليهم لما رجع بعد عشر سنين طويلة، وهنالك من ترك لم يرى والديه حتى ولم يحضر جنازتهم. هنالك تضحيات عظيمة جدا فعلا لا نجد لها مثيل في أيامنا هذه، لأنه كل ما يريد أن يقوم به هو هداية الإنسانية إلى الله سبحانه وتعالى. هنالك أعضاء من الجماعة وذهبوا إلى بعض الدول الفقيرة ليعلمونهم في، وهنالك شخص ذكر رحلته في غانا لم يكن هنالك ماء ولا غاز ولا كهرباء، كانوا ينامون على الأرض مباشرة. وهكذا هو واصل في هذه التضحيات. وحضرة مسرور أحمد، هذا هو الخليفة الخامس، وكيف ضحى في أفريقيا لم يكن له حتى مكان ينام فيه، وانظروا ماذا كيف الله سبحانه وتعالى أكرمه، هو فعلا تجسد لخدمة الإنسانية. حضرة إمامنا الإمام، يواصل الأخ الكريم ويقول أن الجماعة الإسلامية الأحمدية ساعدت الإنسانية وبنت بالمستشفيات العيادات الصغيرة ومستشفيات، ويعددها ويذكر هنالك الآلاف من الآلاف قد تلقوا العلاج هنالك مجانا. الجماعة الإسلامية الأحمدية قد اقتربت وضحت ولمست وغيرت حياة هؤلاء. انظروا إلى السيد ظفر الله خان كيف ساعد المسلمين من أفغانستان، من فلسطين، تونس، ودول كل مختلفة. وقوة الفرقان التي قدمتها الجماعة من الأحمديين للدفاع عن الباكستان وحقوقها المشروعة، وساعد اليتامى والمحتاجين ببناء أو تقديم مشاريع مختلفة. هنا ما المشروع الذي وضعه الخليفة الرابع، بيوت الحمد، هذا المشروع، وبنيت كثير من البيوت للمحتاجين. و لن أعطيكم أمثل الذين أعطوا الملايين، ولكن انظروا إلى الحب الإنسانية كيف هو موجود وجزء لا يتجزأ في الأحمديين. هنالك طفل صغير كتب رسالة لأمير المؤمنين في ذلك الوقت، قال: حبيبي وسيدي إمام المؤمنين، أنا والدي قد توفي وأمي تشتغل خدامة في بيوت الناس وتأخذ بي 90 مليما وتعطيني 5 مليمات لكي أشتري بها بعض لوازم المدرسة. أنا أريد أن أضحي ب5 مليمات هذه لبيوت الحمد. ومؤخرا عن طريق الإنسانية، أولا خدمة الإنسانية قد تقدمت كثيرا، وهذا ما قدمه لخدمات في دول مختلفة للأطباء وللمياه والعيادات والمستشفيات. الخدمات منقوشة في قلوبنا وفي أرواحنا. خدمة الخلق هذا معروف عندنا في الجماعة، هذا النظام. ربما أن هذا يعني يبدو أن هذا موجود في دمائنا. مؤخرا الجماعة بدأت مشروع المسلمون للحياة وساعدت 30,000 حياة أنقذتها، وقدمنا ضحينا بدمائنا، تطوعنا بالدماء، وهكذا أنقذنا الألاف. انظروا ماذا فعلوا في ألمانيا وهنا في أمريكا وفي بريطانيا في دول مختلفة، هكذا المسلمون ينقذوا حياة الإنسانية، وهذه الدماء لم تعطى للمسلمين فقط. انظروا هنا في الجلسة، هنالك من ينظف المراحيض وبيوت الحمام، هنا ليس لدينا التكبر، ليس فينا. أريد أن أذكر أيضا أن أهم الناس هي تلك الأمة التي فيها رجال كبار، لما يأتون مع بعض يمثلون ذات جسد تلك الأمة. كي نصبح خير أمة يجب أن كل واحد فينا يصبح هو في نفسه تجسدا لخير الأمة. يجب أن الحب الإنساني يكون في قلوبنا. كيف نحن نرسل شخص من
من جيراننا ونسألوه كيف نحن نعاملهم، ما هي أخلاقهم، ما هي النتائج التي سنتحصل عليها. نحن نقول أن نخدم الإنسانية، ولكن هل نحن نخدم من هم حولنا من جيران وأقارب أم لا؟ اسألوا الناس، هكذا أحكموا على أنفسكم. هل نحن نعامل أبنائنا بالحب؟ هل نحن أصدقاء مع جيراننا وأقاربنا؟ يجب أن يراجع كل واحد منه نفسه في إطاره العائلي والمجتمع ومن حوله لكي يحكم ويرى حالته. نحن يمكن أن نجرب شخص بسيط، نحن يمكن أن ننظف يعني أشياء بسيطة، حتى لو تعطي كرسي في الحافلة أو شيء بسيط جدا. يعني يجب علينا أن نبرز في المجتمع، يعني حتى جارة تساعده لأخذ مشترياته إلى بيته. الخدمة الإنسانية هي شيء جذاب، لما تخدمهم هم يهتمون بك. من هذا الرجل؟ لماذا يفعل كذا؟ ما هي رسالتهم في الحياة؟ هكذا يقتربون منك. ويجب أن تصبحوا أنتم تجسدا للخير في المجتمع. وهكذا يقول هذا سيهديهم للإله الذي تؤمنون به. يجب أن يروا ثمار إيمانك كي يقتربوا منك. تعرفون المسلمين حول العالم يريدوا أن يسموا بأحسن الناس وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يخرجوا الباقي. هذه الآية تبين ذلك. يقولك إذا أردت أن تصبح أكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن تقدم خدمة أكثر للإنسانية. القرآن الكريم لا يمكن أن يخطأ، لا يمكن أن يكون أمة محمد وتنشر الشر. فقط الجماعة الإسلامية الأحمدية هي التي تنشر إسلام الإنسانية مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الماضي. الأخوة والأخوات، الدنيا الآن نتكلم باللغة الأردية. وسأقدم لكم الترجمة لما ينتهي. الأخوة والأخوات، يمكن أن تقرأ هنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا باللغة الإنجليزية: تأمرون بالخير وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن هذا بالطاعة وبالتواضع سنظهر الحب للإنسانية، سنصبح جزر الحب، سنصبح جزر الناس ونستقطبهم تلك القلوب. نحن يجب أن نوقف الشر كلا يحدث ذلك للإنسانية. وهكذا سننتمي للرسول صلى الله عليه وسلم وسيكون فخورا بنا.